سعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. اصدرت خلال هذه الصبيحه مصلحه الارصاد الجويه تنبيه من درجه الاولى عن تساقط امطار على كل من ولايه اضرار كذلك ولايه تمن راست. اما المناطق الشماليه كانت الرياح هبت بقوه على المناطق الساحليه الوسطى وكذلك الغربيه. اما خلال يوم الغد ان شاء الله مصلحه الارصاد الجويه ترتقب اضطراب جوي سيلتحق على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية خاصة الساحلية مرفوق بأمطار على شكل زخات. الأمطار ستزداد غزارة خلال الليل إن شاء الله مع المناطق الغربية في الأجواء الصافية على السواحل، لكن على المرتفعات والهضاب سحب ستنتشر مع بعض الرعود المنعزلة ومع بعض الأمطار الخفيفة على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الغربية، كذلك على شمال الصحراء منطقة الثورة وأيضا منطقة تندوف، بينما أمطار رعدية على أقصى الجنوب مرتفعات الهجار والتصلي والصحراء الوسطى مع تطاير لرمال على أقصى الجنوب صحراء الوسطى إلى غاية شمال الصحراء. خلال هذه الليلة 15 درجة فقط على ولاية تيار، 19 درجة هنا بالعاصمة، 20 درجة على وهران نفس المقياس على تلمسان، 28 درجة على غردية، 26 درجة على كل من بشار برج بج مختار وعين قزان، 19 درجة فقط على تمن راست وجانت لترتفع إلى غاية 31 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال يوم الغد تراجع لدرجات الحرارة على كافة المناطق الشمالية خاصة على منطقة تيارت مع 26 درجة فقط، تصل غاية 28 درجة هنا بالعاصمة كذلك بومرداس وتيبازا، 29 درجة على تيزي وزو والبويرة، 31 درجة على كل من وهران مستغانم كذلك على بجاية جيجلس كيكدا عنابة والطارف، 34 درجة على باتنا نفس المقياس على المشيرين عامة والبيض وحتى على تلمسان تمن راست وجانب، 40 درجة على أقصى الجنوب حتى على ولاية تندوف لترتفع إلى غاية 44 درجة على المقياس على إليزي، 43 درجة على الصحراء الوسطى. البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى قليل اضطراب إلى مضطرب محليا خاصة على السواحل الوسطى، حتى الرياح هنا ستشتد من طيرة شرقية شمالية شرقية تصل غاية 50 كيلومتر في الساعة. أما عن أحوال الطقس على بعض عواصم أوروبا، أين الأمطار رعدية بالموعد على باريس كذلك روما وأيضا برلين، أجواء مغشات عموما على فيينا إسطنبول موسكو وحتى على لندن، بينما أجواء مشمسة صحوة على مدريد ولشبونة، 28 درجة على لشبونة، 24 درجة وهذا على مدريد، 18 درجة فقط على لندن، 19 درجة وهذا على باريس، 29 درجة على فيينا، 31 درجة على كل من كييف وكذلك اسطنبول، ولن تتعدى 26 درجة وهذا على موسكو مع أجواء مغشات. وقت غروب الشمس اليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في تمام 7:18 دقيقة. ولأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة، شكرا على المتابعة، أمسية طيبة في أمان الله.